تقدروا تعملوها. احنا طبعا المفروض نبقى شايفين بعض، بس للاسف بسبب مشكله الكهرباء مفيش نور، والحقيقه المكان ده احنا مجموعه من الشباب تعرفنا على بعض بشكل كذا، حد يغطي، حد يعمل انترفيوز، توزيع كده بيطلع جورنال، مش حاجه اكتر من كده اطلاقا يعني. يعني شباب الكاميرا، عايزين واحد بس يبقى واقف على الاقل.